أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. معنا اتصال من خميس المشيط، معنا الأخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة. تفضل شيخ. سم أطيع يا شيخ، أنا عندي سؤال. إذا كنت في المسجد وأقرأ قرآن وجاء واحد وسلم، هل أقطع قراءة القرآن وأرد السلام أو أكمل قراءة القرآن؟ نعم، تكمل قراءة الآية ثم ترد عليه، مع أنه لا يشرع السلام على الذي يقرأ القرآن، لا يشرع السلام عليه. نعم.